الزول يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فكرمهم ربي وقربهم مجيدا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي، فهم أضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه أمسى هنيا، ومن يك ضيفه يسعد ويغنم، وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينجر النفحات هذا ورب العرش أو ظهر جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي، فأنزله لها رطبا جليا. ومن توكل على ربه عاش عيشة هنيا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. اما الواعظ الصامت فهو الموت، واما الواعظ المتكلم فهو القران الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا من كلمتك قطعه اللحم بعد زحفها وشويها وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسموما. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس، وسكينة تملأ القلب، ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العميم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاض في ربها. الله أسأل أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يتوب علينا قارئ أحد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، قارئ المجيد لأحكام القراءة والتجويد، والله على ما أقول شيء، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. قالوا لا علم لنا.
Thank you.
فتنفخ فيه
كده حلو.
لا تحترموا كلام الله، فإذا كان كلام الله بالطريقة دي
امال هنحتاج مين؟ ما يصحش كده، عيب كده. علينا
I'm
القاهرة فضيلة القاري الشيخ أنور الشحات محمد أنور.